الحوت. الحوت متألم، الحوت عنده حزن، في حزن حزين، وزي ما تقولوا هو في عاصفة داخل جوه، عاصفة بالظبط هو جواها دلوقتي. السمع مغيمة تماما، والدنيا لا، الدنيا مش ظريفة عنده، وفي حالة دفاع عن النفس أو في حالة منافسة شديدة. بيعافر، لا متوتر، الحوت متوتر وعنده عنده مشاكل، والموضوع بيوسع مش بيصغر، الموضوع بيوسع، الأطراف عمالة تزيد، العقبات بتزيد، يا إما عقبات كتيرة بتقابلك، يعني كل ما تخرج من حاجة تخش في مشكلة تانية، عقبات كتيرة عمالة تقابلك، معاكسات، إما إنه أطراف كتير داخلة في المشكلة. طيب نصيحتي كانت ليكم يا جماعة، نصيحتي للموضوع ده، أي أطراف ملهاش علاقة بالموضوع أو مش طرف، أرجوكوا يعني طلعوهم، هتلاقوا المشكلة قلت هتصغروا على طول، طلعوا بس الناس اللي ملهاش لازمة دي. لكن في تطور مادي الحمد لله، إما تطور أو استقرار مادي، يعني حالة أمان، الحالة المادية الحمد لله فيها استقرار وفيها تطور، ولمم عيلتك كده حواليك وحاجة الحمد لله فيها في نعمة حلوة الحمد لله. الحوت والتضحية، الحوت مضحي، جاي على نفسه، لسه بيجي على نفسه. وقلنا الموضوع ده يا جماعة والله تغير، أنا قريت فيه في الحركة بتاعت الكواكب عندنا، خلاص موضوع التضحية اللي زيادة عن اللزوم ده، الحوت هيبتدي يخرج من البوتقة دي، نبتدي برضو نشوف نفسنا شوية ونهتم بنفسنا، مش أنانية والله، لكن خلاص يعني اعمل اللي عليك وخلاص، بلاش التضحية بزيادة دي، يعني تعبان يا حوت، متبهدل، ليه تبهدل نفسك؟ ركز مع نفسك شوية، أو صابر على شيء برضو، عشان قلبكوا الطيب ده داخل على مرحلة جديدة، متفائل، زي ما تقولوا مغامر، عندك روح مغامرة. ليه؟ لأن في هدف ظهر قدامك وانت رايح له بسرعة البرق، رايح له بسرعة جدا. وبرضو الحوت ما شاء الله لما بيركز تركيزه عنيف، ان شاء الله هتوصل للهدف اللي انت رايح له ده يا حوت. وكمان عندك طاقة انتصار، يعني اللي بيحصل هنا حالة الدفاع عن النفس، لا انا ما عملتش كده، ده مش صح، انت ده في ظلم بيحصل، الخناقات والمشاكل دي، ان شاء الله منتصر يا حوت، انتصار. وكمان طاقة ابداع، والحوت معروفين ان هم بيبقوا اكتر في الحاجات اللي فيها فن وابداع، كتابة، رسم، الحاجات اللي فيها فنون، عندك طاقة ابداعية ان شاء الله هتساعدك توصل للهدف اللي انت بتجري عليه ده. بشكرك يا بوسي، ان شاء الله يكون خير، انا مش فاكره كانت القرايه ايه. في عيله جديده، الناس اللي ما ارتبطوش من الحوت، في عيله جديده، زواج، وزواج ان شاء الله سعيد، زواج العمر باذن الله، او انه الناس المرتبطين اوريدي دي حالتهم، دي صورتهم، الحمد لله العيله متقاربه ومتماسكه والحمد لله الدنيا حلوه، الصحه حلوه يا حوت ما شاء الله، دي صحه، ده نجاح، دي الحالة المعنوية عندك، حالتك المعنوية حلوة الحمد لله، أو إن شاء الله هتكون اتحسنت عن اللي حصل ده، يعني حالة الحزن اللي انت فيها دي مش هطول، وانت يا حوت فعلا مودك متقلب وحاسيسك بتتقلب بسرعة جدا، فإن شاء الله حالة الحزن اللي انت فيها دي أو حالة الزعل دي هتروح بسرعة جدا جدا، هيحل محلها شمس، والشمس دي بتعبر عن الوضوح، الدنيا واضحة، الصورة واضحة، الهدف واضح، الهدف واضح يا حوت، السكة مفتوحة، جو. الصحة الحمد لله كويسة، في مرح، في أمان، السور ده بيوحيلي بالأمان، عندك أمان، وحالتك النفسية الحمد لله كويسة. هلخص القراءة بسرعة، في حالة حزن دلوقتي يا حوت، ممكن تكون زعلان او ان شاء الله تكون عدت خلاص، حالة هم يعني هم شديد،
الهم ده أعتقد ناتج عن حالة دفاع عن النفس في مشكلة ما أنت بتحاول تدافع عن نفسك فيها، دخل فيها أطراف كتير عملوا لك زحمة كتير قوي قوي ملهاش أي داعي. أرجوك طلع الناس دي ملهاش أي لازمة، طلعهم. في حالة تطور مادي إن شاء الله، حالتك المادية بتتطور وحالة استقرار كويسة جدا، عيلتك ملمومة حواليك وفخورين بيك. في حالة صبر أو حالة تضحية شديدة جدا عند الحوت، يعني بالراحة على نفسك شوية، بالراحة بلاش تضحية بزيادة. الناس اللي مش مرتبطين عندهم بداية عيلة جديدة إن شاء الله، شكل ارتباط هيتم. الناس المرتبطين ممكن تكون حالتهم العاطفية كويسة. في مغامرة انت هتقوم بيها، حاجة انت مش متعود تعملها يا حوت، فيها شوية مجازفة، فيها شوية ريسك، بس يستاهل. ولو ان شاء الله كروتي دي صح، ان شاء الله الحاجة اللي انت بتاخد فيها الريسك دي، الهدف اللي انت رايح له ده نهايته نجاح وانتصار، الاثنين انتصار ونجاح. ادي القراية، حلوة قوي يا حوت، حلوة قوي. طيب ايش الحوت؟ يعني ايه ايش الحوت؟ الحوت هو برج الحوت حبيبتي، البروج يعني. ما تعرف حلقه ميعادها بالظبط امتى؟ هي ايه يا شيماء؟ يعني البث بيبقى الساعه كام؟ يوم ويوم بعد الساعه 12، يعني 12 ونص، واحده الا شويه حاجه كده. الحوت في البحر بالظبط يا عمر. القوس والاسد في تفريق، وهل في سبب سحري؟ طيب شموخ، خلينا نسال اسئله الكارت الواحد بعد ما نخلص القراءه. يا حبيبه قلبي يا روز، تجيبي الكلام ده منين؟ انت عسليه. ميرسي يا روز، يا كوكي انت اللي عسليه. ان شاء الله حبيبه قلبي يا سوريا، باذن الله حبيبتي ربي يبعث لك الخير يا رب. جيميناي حاضر قريب قوي، بشكرك جدا يا هشام. بالظبط تعملوا زي ما ولاء بتقول، كل يعمل لايك وشير بليز لللايف للي عاجبه، ده الموضوع ده بيدعمني جدا يا جماعه، وفعلا بيحسسني ان انا نجحت. ايه اللي عرفك انه هينتصر؟ والله يا عمر الكروت اللي انا بشوفها فيها رسائل، انا دي الرساله اللي انا شفتها، وان شاء الله تتحقق. مش تتمنى تنتصر ان شاء الله؟ شايمة، هو الموضوع مش ماشي بدقة فظيعة قوي كده، يعني هو زي ما قلت لك يوم يوم لا، يعني احنا النهاردة الاثنين، اللايف اللي جاي هيكون يوم الاربع في نفس المعدة بالظبط. اوكي مينا، ليه كده يا مينا؟ اصبر شوية، انت ممكن تكون زعلان دلوقتي زي ما هو واضح عندي، بس انت عارف لو انت حوت، لو انت برج الحوت، احنا مشاعرنا متقلبة شوية وبنصفى بسرعة. استنى شوية، بلاش تاخد قرار انفصال دلوقتي. احجار الحوت، ايوه معتز معانا اهو، رحبوا معانا بمعتز احمد، معتز موجود معانا في اللايف. وزود كمان حجر، انا كنت ناسيه حجر الفيروز، وتقريبا ده حجره فعلا المميز لبرج الحوت. معتز معانا هنا يا جماعة، لو حد عنده اي سؤال بليز يدخل يسأل. المجموعة الثانية يا باري هي هي العشرة التانيين من الشهر بتاع برج الحوت. اوكي الثور حاضر قريب جدا يا نرمين حبيبه قلبي، الامل طبعا موجود، ويعني ان شاء الله. انا شفت القرايه حلوه قوي، حلوه جدا. صباح الفل يا زينب، اهلا اهلا حبيبتي. فيز غير اللي نزلتي اول امبارح ليه يا صفا؟ في مشكله في القرايه حبيبتي ولا ايه؟ النفسية حاليا يا حبيبة، لو انت من المجموعة الاولى، النفسية مش تمام قوي، بس ان شاء الله هتظبط قوي قوي قوي. طيب اطلع الناس دي ازاي؟ ناس مين يا داليا؟ الناس اللي في الخناقة. بصي، تجاهل اول حاجة، حد مثلا بيديكي بقى النصيحة وانت ليه تعملي كده وانت ازاي تعملي كده، ترديش. هو كده فهم، وصلته المسج انك انت مش قابله لاستقبال اي نصايح او اي تدخل في الموضوع. ما تاخديش وتدي، الجدال هو ده اللي بيفتح المواضيع. بمنتهى الذوق والادب، صمت، ذا سايلنس تريتمنت، بس كده. نغم، ما شفتش سفر حبيبه قلبي. وحطي لنفسك، ودايما مش بس الحوت يا جماعه، كلنا لازم دايما. انا اتعلمت الحكايه دي في حياتي،
ان ما اسمحش لحد يتعدى الحدود اللي محطوطه له، بس كده هنرتاح كلنا. يا ريهان ده انت اللي منوراني ومنوره اللايف كله. المايك طيب، اصل عارفه من غير المايك كان الصوت بعيد قوي وكان الناس تسمعني بصعوبه. وقدامي ريسك بفكر فيه، مش عارف لسه هيكون خير ولا لا. اوكي طيب، فادي اللي انا شفته الريسك اللي انت يعني you're about ان انت تاخده ده، نهايته كويسة، نهايته فيها انتصار وفيها نجاح. يعني حياتنا برضو لازم يكون فيها شوية ريسك، حتى من نوع يعني يبقى من باب كسر الملل، فاهم قصدي؟ ان شاء الله يا رأفت تكون صحيحة بإذن الله. طيب هسيب الرسائل، لاني لو قعدت على الرسائل بجد مش هقرا حاجة. طيب هنبتدي دلوقتي القراءة العاطفية لبرج الحوت المرحلة دي. شوف أخبار الحوت إيه المجموعة الأولى عاطفيا. أوكي. حلوة قوي. بوم بوم بوم. حساسية الحوت يا جماعة، وانا معاكوا على فكرة، سبب رئيسي في اسباب تعبه في حياته بجد، وسبب مشاكل كتير قوي. يعني ما تزبطوا الدنيا كده. الحوت عايز ايه؟ الحوت على وشك ياخد خطوة او قرار، او قرار بس خايف من التوابع بتاعته. او انا بقى عايزه اقول لكم، يعني خلينا يعني اقولها صح، او خايف ما يقدرش، نفسه يعني يعمل حاجه جديده في العلاقه دي، عايز يعمل حاجه جديده فيها، يصلحها يخلصها، عايز يعمل اكشن، عايز يعمل حاجه. هو تقريبا على وشك ياخد قرار ان هو او يعدل حتى في العلاقه، يعمل شويه تعديلات. شايف شريكه ازاي؟ شايفه الساحر، عنده ادوات كتير قوي، او عنده تقريبا اغلب الحاجات اللي هو محتاجها، الحاجات اللي هو نفسه تكون في شريكه، هو شايفها موجوده في شريكه فعلا. وشايفه شخص طموح، شخص مبدع، يعني شايفه حاجات كويسه جدا. والطاقه حلوه جدا، الطاقه فيها حظ، فيها عجله حظ، بمعنى انه عارفين القفلات اللي بتحصل بدون سبب، بدون سبب كده تلاقي الكابل كده، لا هتبتدي القفله دي تفك، القفله دي هتفك ان شاء الله، وفي تيسير ان شاء الله، الحاله فيها تيسر. الطاقه كده دلوقتي، حاولوا تستغلوها دلوقتي. الشريك نفسه يبتدي، عايز يبتدي مرحله جديده معاك، مش معايا حد تاني، معاك. يبتدي صفحه جديده. اوكي، يمكن يكون اخطا، جايز يكون شريكك اخطا، ونفسه في حاله هدوء ما بعد العاصفه، شكل كان في عاصفه جامده شغاله، ونفسه عارفين ده الهدوء اللي ما بعد العاصفه، شويه هدوء وروحانيات وشويه حنيه بقى. طيب شريكك بقى شايفك ازاي يا حوت؟ شايفك خايف، شايفك ما بتاخدش اي خطوه، بس اللي هو مش عارفه ان انت على وشك ان انت تاخد خطوه، بس هو شايفك ان انت ما بتعملش اي خطوه خالص، ما بتعملش اي حاجه. في حب، حاسين بحب الفتره دي، حاسين بحب وعايزين تدوا لبعض، يعني في عطاء، عايزين يعني عطاء تدوا لبعض. في شيء كان مستخبي حياه عرف، يمكن كان حاجه تخص شريكك يا حوت، او حاجه تخصك انت، دي الاسرار، ده كارت الاسرار، ده هاي بريستس.
او برضو دي حاله برضو من حالات التدين الشديد جدا اللي هو التوجه نحو الدين جدا، زي ما تقولوا انتوا من كتر يعني الالم اللي انتوا حاسينه من العلاقه خلاص رميتوا بقى حمولكوا كلها على ربنا، فوضتوا امركم لله خالص. ده هيأثر عليكم بالبعد، ده مش عايزه اقول فراق، ما بقتش اقول عليه فراق، بعد يعني واخد جنب الحوت او شريكه، واخد جنب. بس هو سايب وراه ايه؟ سايب وراه كوبايات، الكوبايات دي كلها حب، مشاعر، حاجات حلوه جدا. ليه الحساسيه المفرطه اللي عندك يا حوت؟ وكمان توقعاتك المعامله اللي بالمثل، ان انت زي ما بتعامل تتعامل، ده سبب كبير جدا في مشاكلك، في مشاكلنا العاطفيه. يعني احنا بنتعامل بطريقه، فلازم سقف التوقعات ينزل يا حوت. ما تبقاش كل حاجة انت بتعمل بحنية وانت بتدي وانت بتسامح وانت بتعمل كل حاجة، بس عشان شريكك ما بيعملش الحاجات دي قصادها فانت محبط. لا، انت بتعمل بطريقتك وهو بتعمل بطريقة، فما تتصدمش وما تزعلش ان هو مش بيعملك بنفس الطريقة او بالطريقة المتوقعة اللي انت كنت متوقعها منه. ده مش معناه ان هو ما بيحبكش على فكرة، لا، بيحبك وعايز يبتدي معاك صفحة جديدة وعايز الدنيا تهدى لا، بيحبك جدا. اوكي، اللي عنده مشكلة في الصوت يا جماعة يخرج ويدخل تاني. حاولوا تتفادوا يا جماعة كارت البعد ده، بالعكس قربوا اكتر، قربوا من بعض. يعني ده بلاش منه، ملوش لازمة. يعني عارفين في قرايات تانية كنت بشوف فيها مثلا ان الشريك مش سائل اصلا، مش شايفك اساسا. لا، شريكك حاسس بيك وشايفك وعايز يقرب منك، فمالوش لازمه خالص البعد ده.